شاهينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدة من أكثر المشكلات اللي ممكن تكون بتواجه الأطفال الرضع أو الأطفال بشكل عام هي مشاكل في ألام البطن، وده حسب ما قالته يعني مجلة اسمها بيتر هيلسي، قالت لك إنه مجموعة من الأسباب قد تكون سبب في وجود ألام البطن. وزي ما قلت قبل كده إنه هناك إنذار، الإنذار ده بيقول لك إنه هناك مشكلة. عايز أقول لكم إنه ألام البطن في حد ذاتها حسب بعض المجلات والأبحاث العلمية بتقول إنه ليست هي المشكلة، ولكن هي إنذار لوجود مشكلة. قد تكون هذه المشكلة مشاكل في الأمعاء، مشاكل في المعدة، مشاكل في القولون، تسوس الأسنان، قد تكون انسداد في الأمعاء، قد تكون مشاكل في التغذية، أو في بعض الأحيان تكون التهاب في الزائدة. طيب، عشان نعرف أكتر عن ألام البطن وكيف نتعامل معها بداية من سن الرضاعة وحتى الأطفال حتى عمر 5 و6 و7 سنين، كن معي النهاردة الضيف الدائم والعزيز على قلبي دائما وأبدا الدكتور أحمد سلامة، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. دكتور أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور خالد، نورك والله، ربنا يخليك. يعني نشتاق إليك كل جمعة. تسلم لي والله، ربنا يخليك. وأنا كمان والله لحضرتك والسادة المشاهدين، ربنا يعلم والله. وأنا دائما ببقى متشوق لكل ما هو جديد في عالم طب الأطفال، ويمكن هو البرنامج تحديدا الخاص بطب الأطفال اللي أنا قدمته كان هذا البرنامج، وسعيد بأن يكون برنامج طب الأطفال أقدمه أول مرة يكون بصحبة دكتور أحمد سلام، بصحبة معلومات رائعة وقيمة تفيد المشاهدين، وده بلمسه من خلال الشارع المصري، من خلال تواجدي في وسط الناس بشكل دائم ومستمر. النهاردة موضوعنا أعتقد أنه مهم للأطفال، مهم للأم، لأنه أطفالها لما بيعانوا من هذه المشكلة هي إنذار لمشاكل كتيرة جدا. تمام. أنا كأم دلوقتي يعني عايز أعرف يعني إيه ألم البطن؟ ما هو الإنذار لألم البطن؟ كيف أشعر إن طفلي عنده ألم بطن، خاصة الطفل حديث الرضاعة بيبكي عندما يشعر بألم أو انتفاخات في البطن؟ تمام. أولا في بداية حلقتنا أنا طبعا برضو كدكتور خالد بجد شرفت بحضرتك معي، يعني بجد شرفت جدا جدا جدا. تاني حاجة أنا طبعا بقول كل سنة وجميع أمهات مصر بخير وبألف سلام، وبجد بقول لكم مش دمتم سالمين، دمتم بسالمين وبخير وبصحة وعافية. أنا بجد معاكم، أنا بقالي 11 سنة معاكم، حاسس بيكم وحاسس بألمكم، وحاسس بإن لما الطفل يكون تعبان أنتوا بتحسوا بإيه وتعملوا المستحيل عشان الطفل ده يبقى كويس. فبجد بجد بجد بقول لحضراتكم في بداية الحلقة كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. كويس. أنا عشان مش متجوز وما قلتش. تسلم. ربنا يعينك يا رب. طيب ألام يعني سبب ألام الأطفال عند الرضع أو العلامات المبكرة اللي ممكن الأم تلاحظها عشان تعرف إنه طفلها يعاني من ألم في البطن. تمام. الحقيقه الموضوع ده اختياري واختيار حضرتك، احنا بنحاول في كل حلقه نختار موضوع الناس عاوزه تعرفه، مش موضوع كده خفيف او لا، الناس فعلا عاوزه تعرف. بيجي طفلها تعبان يقول انا حاسس يا ماما ببطني، فين يا ابني؟ يقول لك مثلا حوالين السره، طب فين كذا؟ الام بتلف والله العظيم بتلف لفه كبيره عشان تعرف السبب ايه. ممكن يكون يا دكتور خالد سبب صغير جدا ولكن لم يكتشف بعد. تمام. ألم البطن موضوع تقيل جدا جدا لدرجة رهيبة، ولكن ربنا يقدرنا أنا وحضرتك إن إحنا نخففه للسادة المشاهدين، ونطلع بالحلقة دي إن إحنا نفيدهم فعلا إن شاء الله. بسم الله. يعني هنقسم ألم البطن لجزئين. كويس. جزء صغير جدا ألم البطن عند الرضع. ليه؟ لأن أنا لاحظت فيه مشاكل كتير الأمهات بتقع فيها، الأمهات الجديدة بالذات بتحصل فيها، الطفل ده بيحصل له انتفاخات، فوارد الأخطاء اللي بيقعوا فيها نصلحها، فبالتالي ما عادش هيحصل مغص ولا انتفاخات. كويس. ده اول حاجه. اسباب الانتفاخات واسباب الام البطن عند الرضع اسباب صغيره جدا. اول حاجه الام مثلا مش عارفه تعمل حاجه اسمها عدم التجشؤ، او عدم ان هي تسيب فتره طويله للتجشؤ للطفل. يعني ايه؟ ما بتسيبش فتره طويله للطفل ده ان هو يتكرع. جميل. وبعض الاطفال محتاجين فتره طويله فعلا ان هم يتكرعوا. وتاني حاجه تراكم الغازات في البطن. ثالث حاجة ومهمة جدا، ان الام لما بتدي لطفلها لبن صناعي يا دكتور خالد بتعمل مشكلة لاحظتها قوي، ان هي مثلا بتعمل كمية سي مثلا 4 مكيال على 120.
بتسيب المكيال ده اما الطفل مثلا اخد كميه صغيره او ثلاث ارباع وفضل ربع، بتقعد بعد 4 ساعات تديله. ايوه يعني بتركن ما تبقى من المكيال للرضعه اللي بعديها والطفل يعيط تديله. يا جماعه الراكنري بتعمل اللبن ايه؟ بتعمل غازات، ده ممكن تعمل نزلات معويه جديده. كويس، لان دي حاجه غريبه. اولا اللبن الصناعي يفضل مجرد ما انت عملت البيبرونة ساعتين، يعني ساعتين وساعتين ونص فقط لا غير. ديت فعلا لاحظتها، ودي من ضمن اسباب الام البطن. اذا لو تجنبنا الموضوع ده مش هيحصل حاجه. كويس، يعني دي اخطاء بتقع فيها الامهات. تمام، وهي ان هي لو اتبقى من الرضعه شويه لبن صناعي بتركنهم لحين الرضعه اللي بعديها، اعتقادا منها ان ده لسه طازج. طبيعي. برضك من ضمن الاسباب المهمه جدا ان الام نفسها بتاكل حاجات بتعمل الام والغازات زي البقوليات والكرومب والقرنبيط وهكذا، تما دي وارد ان هي بتنتقل لمين؟ للطفل. الامساك المزمن اللي بيحصل للطفل ده بيحصل الام شديده في البطن. كويس، دي الاسباب. كويس. طيب انا النهارده احنا كده كنا اتكلمنا في موضوع التغذيه. تمام، جزء من الموضوع له علاقه بالتغذيه وهي الرضاعه للطفل. تمام. طيب النهارده لازم يبقى في عرض، هذا العرض بينذر بوجود مشكله. تمام، ايه الاعراض التي تلاحظها الام على طفلها من الممكن ان تكون سبب او تنذر بوجود مشكله او الام في البطن؟ تمام، دي اعراض مهمه جدا انا بقول عليها حاجات بسيطه. اول حاجه الطفل ده بيبقى ليه صراخ وبكاء شديد جدا جدا، تيجي تديله اي حاجه مفيش فايده، تهديه مفيش فايده، صراخ في جميع الاماكن. 2، بنسميها احمرار الوجه، الواد بيكشر، اللي بيقول لك علامه 11 دي. فعلا الواد بيكشر جدا وبيطلع شفته كده. تالت حاجه، طب ما هو ممكن يكون تعبان عاوز جعان. لا، تالت حاجه ودي بقول مهمه جدا، قبضه اليد. قبضه اليد. الطفل في الوقت ده يا جماعه بيبقى عنده قبضه زي ما انك عامل كده بالطريقه دي، دي اسمها قبضه اليد. طيب هل في قبضه تانية بتدل على حاجه تانية؟ حاجه بسيطه كده، ان انت لو عملت كده الطفل بيعمل بالطريقه دي معناه ان هو ايه؟ جعان. يعني في حركتين سبحان الله توصلوا اليهم، الطفل لما بيعمل بالطريقه دي معناه ان هو جعان. انما لما قبضه الايدين كلها ماسكه في بعضها دي معناه ان عنده مغص فده يتحركي. كويس. تاني حاجه ومهمه جدا، امتداد الركبه يا دكتور خالد. الطفل ده من كتر الالام ومن كتر عاوز يقول للام اتحركي ارجوكي بتعمل ايه؟ بيعمل رجليه ناحيه ايه؟ البطن. بيشد زي كانوا بيعمل تمرين بطني. بالظبط. كويس، فبتبدا بيقول سميه يعني الام بتقول لك يشدد، لان فعلا الركب تبدا تيجي. عاوز اعرفكم ان احنا عندنا مغص وانتفاخات. كويس، في الخلاصه عشان نبدا ندخل على الاطفال ودي الاهم. الخلاصة عاوز أقول يا جماعة، انتفاخات والغازات واردة جدا عند الأطفال في الرضع لحد سنة. أنت حضرتك لو عملت كويس، التزمت في التغذية السامة اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات السابقة، مش هيحصل أي مشاكل. كويس، تمام. أعتقد إن احنا الحلقات السابقة كان في حلقة مهمة جدا عن التغذية، وأعتقد إن قلنا فيها معلومات قد تكون تغير في أفكار الكثير وأذهان الناس، وهي موجودة على اليوتيوب في برنامج طبيب أطفال وحبيب الله. كويس كده؟ طيب النهاردة عندي خلصت من مرحلة الطفل الرضيع اللي حد عمر سنة. تمام، من الأطفال بقى. بعض الأحيان نلاقي أنه الطفل عنده مشاكل في البطن. مشاكل البطن هي إنذار كما اتفقنا لوجود مشكلة. قد تكون هذه المشكلة إيه؟ قد تكون هذه المشكلة آلام البطن، هي زي ما حضرتك قلت هي عرضي، يعني نقطة بيقول لك حاول اتحرك بسرعة شوف السبب إيه. ممكن تكون مشاكل بسيطة وممكن تكون مشاكل معقدة. هنبدأ واحدة واحدة، المشاكل البسيطة والمشهورة عشان برضك نطمئن الأمهات. أول مشكلة ممكن تحصل في آلام البطن، هنقول إيه الأعراض اللي بتحصل وبيحس بإيه. أول حاجة بنسميها إن ألم البطن ده ممكن نسميه سكندري، يعني إيه؟ ثانوي. يعني جزء حصل يا دكتور خالد من فوق، التهاب الحلق واللوزتين وبدا يكون التهابات وصديد ينزل فين؟ التهاب الحلق واللوزتين. اول سبب المشهور تكون انذار لوجود مشكله في البطن. بالظبط. اذا ما ينفعش اطلع فوق شويه يا دكتور احمد؟
بالنسبه الاسنان، تسوس الاسنان، تسوس الاسنان دي حاجه مشكلة. طبعا كويس. ممكن تكون مشكله كبيره بسبب اكل الشوكولاته والحلويات وهكذا. ممكن تعمل مشكله برضك. ليه؟ بسبب البكتيريا والميكروبات اللي بتنزل على البطن. ولكن وجدوا في الابحاث الجديده يا دكتور خالد ان من ضمن الاسباب المشهوره في الام البطن في صغر السن من عند سنتين وانت طالع كده هي اول حاجه التهاب الحلق واللوزتين. كويس. هنقول الاعراض بسرعه. وبيحس بايه؟ كويس. الاعراض ان الطفل ده بيجي فجاه يبقى فاقد الشهيه، فجاه الواد كان بياكل كويس، لا فاقد الشهيه، الواد ده كان بيلعب كوره وكويس جدا، لا بقى الاكتيفيتي النشاط بتاعه بقى قليل، خامل كده. برضك في ارتفاع في درجه الحراره، بيقول لك انا حاسس بصعوبه في البلع، مش قادر ابلع. برضك الدكتور بيشوف الوضع، يعني بيحصل تورم بالظبط في التهاب اللوزتين. في اللوزتين احيانا بيحصل تورم بسيط. واحنا في الاول عاوزين نعمل ارجوك يا دكتور خالد، عاوزين نعمل حلقه عن التهاب اللوزتين، لان الموضوع مهم جدا. الامهات مش عارفه امتى تشيل اللوز، امتى بالظبط اشيلها ولا ما اشيلهاش واعمل ايه بالظبط. الموضوع فعلا مشتت. كويس. احيانا في بعض الناس تاخر ان هي تعمل اللوز او تعملها بدري بيسبب مشاكل. اذا اتكلمنا عنها فاحنا نحتاج وقت اضافي نتكلم فيها عن مشاكلها وامتى ناخد فيها الاجراء وامتى نصبر شويه ولا تاخرنا ايه اللي هيحصل وهكذا اللي هيحصل وعلى ماذا تؤثر. يعني وعد مني هنعمل حلقه ان شاء الله من ضمن الحلقات باذن الله. طيب يبقى اذا اول سبب ومشهور من ضمن 160% هو التهاب الحلق واللوزتين. دايما الطفل ده بيقول لك انا حاسس بالتهاب في الحلق، بيقول لك انا حاسس بالام في الاذن، ارتفاع في درجه الحراره، ويبدا يقول لك انا حاسس بالم في بطني. تيجي تقول له انت حاسس بالم في بطنك فين؟ ما يعرفش، ما يقدرش يشاور على مكان الالم، على المكان المعين. كويس. ما يقدرش ليه؟ لان هي منتشره، عباره عن ميكروب نزل من فوق لايه؟ نزل بدا هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، مش قادر يحدد المكان اللي فيه فعلا الام البطن بتاعته. بالظبط كده. كويس. يبقى ده خلاص السبب. السبب الثاني بقى بنتكلم، قلنا بقول تاني بعيد، بنتكلم على الحاجات البسيطه والحاجات المشهوره لحد بعد ما نتكلم على الحاجات المعقده. كويس. يبقى اول حاجه هي التهاب الحلق او اللوزتين. تمام. تاني سبب، تاني قد سبب يكون سبب من اسباب الام البطن عند الاطفال. بالظبط. تاني سبب الا وهو ديدان الامعاء ان شاء الله، الديدان المعويه. ايوه هي دي السبب. دباب مشهور، دباب كبير، دباب كبير دودة. وفي مجلدات في 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 في, في الجزء ده تحديدا. يا دكتور البين وورم. طب يا ترى اكزيريوس انت ميبا وضعها ايه بالظبط؟ طب نعمل ايه؟ طيب احنا الوقت حاليا بنقول الاعراض اللي هتحصل ونعمل ايه. طيب كويس. يبقى احنا قلنا اول تاني حاجه ايه؟ الديدان المعويه. كويس. الطفل ده بقى في الوضع ده بيشاور يا دكتور خالد. لان هي بتبقى في مكان ويقدر ان هو من خلاله يقول لك انت واجع فين؟ حوالين السره. طب يا ابني في الجنب في فوق؟ لا حوالين السره. كويس. في سبب تاني. طبعا لو جت عرض سهل جدا بسيطه وبتشهر يقول لك الام تقول لك ايه؟ يا دكتور في ديدان ظاهريه وهو بيعمل حماه. خلاص شكرا. انت شخصتيها. ظهرت احيانا بتظهر احيانا في البراز مع الطفل، يقول لك بحس في حاجه بتمشي جوه، فهي عارف ان دي ديدان، فدي قد تكون مشكله وبتعمل انيميا كمان وبتعمل مشاكل فقر دم. عشان كده كنت لسه هكمل. ايوه. ارجوكوا يا جماعه لو في اكتشفنا ان في ديدان ايا كان نوع الديدان، اوكزيريوس، انتاميبا، اسكاريس، لابد من عمل صوره دم كامله مع بولو براس. مش بولو براس بس، لان زي ما حضرتك قلت كويس أنيميا. احنا بولو براس تمام، ده اساسي صوره الدم الكامله عشان اكتشف اذا كان الديدان دي سببت انيميا، فعالج الانيميا مع معالجه الديدان ولا اعمل ايه؟ طيب التهاب الحلق واللوزتين هنعالج التهاب الحلق وهنده مطهر. كويس. الديدان المعويه هنعمل صوره ايه؟ صوره دم كامله. خليني اقطعك هنا يا دكتور. اتفضل. هدي مطهر واروح للطبيب. بالظبط. عشان بس ومتابعه الطبيب. الدكتور اللي بيشوف. الدكتور اللي بيشوف وبيدي مطهر. وبيدي مطهر. عشان بس مش لوحده. لا بس لا لا لا. ما ايه ده؟ الدكتور احمد قال لي بصي في التهاب مطهر. او الطفل حاسس بمطهر خلاص. بيدي مطهر على طول. ايوه. لا لا لا. توضيح لا. بس. لا لا لا. كويس. احنا بنوضح للناس عشان نبسط لهم الامور. ففعلا انا بقول الدكتور بيشوف الوضع، يقول لها يا ست الكل ابنك عنده التهاب في الحلق واللوزتين وهنديكي مطهر زي اسمه كذا وخلاص عشان يطهر الموضوع. كويس. تمام. الديدان المعويه اعملي حضرتك صوره دم كامله وبولو براز عشان نكتشف الموضوع. كويس. ده تاني ايه؟ ده تاني سبب. التالت سبب والمشهور التهاب المسالك البوليه والصديد يا دكتور خالد. مشكله دي واحده مش بس عند الاطفال، دي لما بتكون عند البالغين كمان
بتكون سبب من ضمن اسباب الام البطن برضو في بعض الاحيان ومشهوره جدا. ممكن تسبب يا دكتور احمد بعض الاحيان ممكن تسبب فشل كلوي مثلا. بالظبط تعمل رينال فيلير برايمري رينال طبعا بس. ودي وظائف الكلى بس تضربها تضرب كتير تضرب الكلى ده ممكن بقى عاوز اقول حاجه تانية ان ممكن من ضمن مبادئ سبب التبول اللا ارادي كويس اللي هنتكلم عليه برضو في حلقه طبعاً. هل ده نفسي ولا صحي ولا كذا تمام. وارد ان الطفل بسبب اكل البواد الحافظه والشيبسيات والالوان الصناعيه ان الطفل ده يجيله ايه بس سيلز بنسميها كده يعني صديد تمام. انا عاوز اقول حاجه بقى أيوة. الطفل ده يحس بايه؟ دي اهم حاجه لانه اعراضها مشهوره اعراضها مشهوره وبيحس بيها ولو الام اخذت بالها منها تلحق الموضوع بدري بقى. بالظبط حضرتك لو لقيتي ابنك بيقول يا ماما انا حاسس بوجع في البطن اسفل البطن عند الحوض اسفل السر بالظبط اسفل ناحيه في السفلى وناحيه الجنب دي سبب من الاسباب الصديد على طول حللي بول كويس. طيب لو جاء الايه يا ماما انا بحس بعدم التبول او حرقان خدت بال حضرتك نفس الكلام مفيش ايه هي إيه دي المشكله الثانيه يعني الطفل ده بيقول لك ايه انا حاسس بحرقان انا حاسس ان مثلا الميه حاسس في التهابات ان في وجع اسفل البطن ناحيه وحوالين الجنب دي طبعا مؤشرات على طول ان حضرتك هتعملي يورين اناليسيس. ايوه هنتكلم على اليورين اناليسيس ليه بقى هيبقى فيه بصلز مش كده يعني يعني صديد كويس. لو الصديد حضرتك وطبعا ده دكتور اللي بيشوف بس بفهمك لو الصديد عدى ال 50 لابد من مزرعه بول ما تديش مضاد حيوي عمال على بطال ده ابن عنده صديد في البول ندي مضاد سيبترين او ندي او 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 ايا كان لا لازم تعملي مزرعه بول عشان تحددي الانتيبيوتيك المناسب لهذا مش الموضوع. اي مضاد حيوي لا لا لا, لا. لانه في بعض الناس بتعمم المضادات الحيوي كده كانهم ولاد عم. اقول لك يا دكتور خالد حاجه زعلتني الاسبوع اللي فات في العياده للاسف زعلتني جدا الام للاسف الظاهر ان هي اهملت هذا الطفل وكانت كل ما يتعب تدي له مضاد حيوي وتاني مره تدي مضاد حيوي مختلف ذكاء طبعا منها وتالت مره تدي مضاد حيوي مختلف ما مش هتدي زيه طبعا. جيت اعمل الواد جاي تعبان شكيت في شويه التهابات و جيت اعمل مزرعه بول ودم وواضح قال ريزيستنت تو اول بكتيريا يعني مقاوم لجميع البكتيريات مش هياخد مضادات حيويه من هنا لاخر العمر. شفت يا دكتور خالد اتزعل ولا لا يعني ايه يعني هو احيانا فقدان الثقافه بيعمل مشكله قبل ما نكمل عن الحاله تحديدا لانه ده كثير وفقدان الوعي وما الى ذلك خلال اتصال تليفوني. استاذه اسماء اهلا بيكي. استاذه اسماء السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. ازي حضرتك وسمت الحمد لله بخير اهلا بيكي اتفضلي. اشكرك والله على البرنامج اللي انتوا عاملينه دوت بتفيدونا وبتفيدوا الناس كلها والله. تسلمي لي والله يا استاذه اسماء. لو سمحت يا دكتور انا عندي بنتي عمرها 3 سنين ونص وزنها ما بيزيدش وضعيفه خالص. كشفت عليها قبل كده الدكتور كل ما يدي لها فيتامينات يدي لها حاجات هي بتاكل كويس ما بتزيدش وزنها ما بيزيدش وعندها العمود الفقري من تحت كده حاسه ان العظميه بارزه يعني عظمه العمود الفقري من تحت كده من اسفل ظهرها حاسه ان هي بارزه شويه وهي عندها لحميه فالدكتور بيقول لي يعني حد بيقول لي اعمل لها عمليه وحد بيقول لي ما ينفعش تدخل يعني تاخد بنج وهي ضعيفه كده تمام مش عارفه يعني دي المفروض احل لها ايه اودي لها ايه فحضرتك يعني ممكن تفيد. ماشي يا استاذه اسماء معايا استاذه اسماء ايوه معاك يا دكتور. طيب اللحميه دي يدفع معاها كمان التهاب لوز التهاب لوزتين؟ لا هي ما عندهاش التهابات لوز. طيب هو الدكتور قال لك اللحميه بناء على ايه اتعمل اشعه اللحميه عمل لها اشعه وقال لي عندها لحميه ديت هي مولوده بيها يعني. طب ثواني اللحميه ديت لان اكتر الشعب المصري والاطفال عندها لحميه ولكن مقاسها كام يعني مقاس اللحميه ده معدي قد ايه يعني هو قال الدكتور قال لك ان مقاسها كبير لازم الطفل ده يعمل لحميه هو ما قاليش حجمها قد ايه بس هو قال لي المفروض ان هي تعملها. طيب الطفل ده مشكلته في اللحميه ايه يعني بعد اذنك في صعوبه في التنفس هي لما بتنام بيبقى يعني بتشخر يعني بالليل بيبقى عالي صوتها بمعنى اصح صوتها بيبقى عالي صوتها
بيبقى عالي او بتشخر كتير، واحس ان هي كلامها كده يعني لما يكون عندها برد كده وهي بتتكلم. تمام. طيب انت عملت حضرتك صوره دم كامله؟ لا انا ما حللتش لها قبل كده غير هي مره واحده بس انيميا، وقال لي الانيميا كويس ما حللتش صوره الدم كامله. يعني الدكتور قال لك بناء على ان الطفل نحيف فمش هينفع يعمل عمليه لحميه. قال لي كده. فانت دلوقتي السؤال بتاعك حاجتين يا دكتور، هل فعلا اعمل اللحميه دلوقتي ولا لا، وايه هي التحاليل المناسبه اللي اعملها لبنتي، مش كده؟ ايوه يا فندم. يا فندم تمام. ولو سمحت يا دكتور، العظمه اللي هي في اسفل ظهرها دي عادي؟ العضمايه ديت هو اكتر الناس بتيجي يقول لك العمود الفقري بتاعه بارز او عضلات البطن بارزه، طبعا ده طبيعي بيبقى بسبب النحافه الشديده وقله التغذيه اللي احنا اتكلمنا عليها دكتور خالد، او التغذيه الغير متنوعه او التغذية غير جيده. ايوه بالظبط. اسماء انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. دكتور احمد هيجاوبك كده دلوقتي. عم بتسال عندها اكتر من استفسار، الجزء الاولاني الخاص باللحميه، وانا حسيتك استغربت قوي فكره انه ما فيش تحاليل وتم تشخيص. أيوة. الرفعه على انه انيميا فما عملناش اجراء، فممكن يكون الاجراء هنا ايه؟ هو الاجراء انا في بالنسبه ان انا جاي من عمليه اللحميه بناء على ان انا يا دكتور خالد بعمل ببساطه صوره دم كامله وعامل سيوله وعامل تجلط. كويس. اي عمليه اسماء تعمل صوره دم كامله لسه اكلمها وعامل سيوله وعامل تجلط. كويس. انا بقول اي عمليه خاصه الدكتور بالذات التهاب اللوز واللحميه بيعمل صوره دم كامله وعوامل تجلط وعوامل نزيف. بيقف لو نسبه الانيميا بتاعه الطفل ده اقل من 9 او نسبه البليدنج والكلوتنج تايم فيهم مشكله، فطبعا نزيف هيعمل عمليه ازاي. كويس. طيب فبناء عليه هيبدا يتحرك الدكتور. هو ابنك بنتك عندها سوء تغذيه. كويس. في الوقت ده لو في بتيجي ام تقول لي يا دكتور المفروض عنده التهاب اللوز ومحتاج متحدد له عمليه، وانا لقيت الطفل ده وزنه قليل وبنتك اكيد وزنها قليل. تمام. حضرتك في لو 3 كيلو ونص ولازم ما بيزيدش، فانت هتعملي صوره دم كامله وهتعملي بولو براز. برضو كان بقول حاجه حلوه جدا، ما ينفعش اي طفل نديله فيتامينز سبلاي الا اما اشوف عنده اقراص مكروب. ايوه انا بقول ما نديلوش اقراص عشان بس الناس ما تبقاش بالظبط. لا ده انا هقول حاجه، لا ده انا هقول حاجه ثانيه يا دكتور خالد. بعد اذنك لو انا في اوضه والاوضه ديت فيها في كمامه او فيها حاجات ايه سيئه، تمام، وانا جايب حاجه جديده، الطبيعي احط القديم على الجديد ولا هشيل القديم الاول؟ كده شيل القديم واحط الجديد. ديت خطا بيقع فيه الامهات ان هم يدوا فيتامينز وممكن الطفل ده عنده ديدان او اميبا او عسر هضم او تيفويد او غيره فيديله على وجود مشكله فتسبب مشكله اخرى. فديت المشكله كويس. الاساسيه اللي عاوز اقولها لهم يا جماعه، اعملوا الاول تحاليل مناسبه خاصه احنا داخلين على الصيف، والصيف ده بنسميه الوباء بتاع النزلات المعويه هنتكلم عنها دلوقتي. فبالتالي اعملوا تحليل الاول صوره دم كامله وبولو براز، وحسب برضك الطفل اعملي صوره دم كامله وبولو براز وعالجي الطفل ده الاول، خزيه كويس لمده شهرين وبعد كده بعملي كمان. استاذ اسماء تقدر تتواصل معاك على رقم عياده الدكتور احمد سلام، اتواصل معاك على رقم الواتساب، ويا ريت تبعت لي الاشعه بتاع اللحميه انا عايز اعرف مقاسها قد ايه. طيب خلاص، بحيث انها تقدر تديها التشخيص او الدياجنوز السليم. طيب احنا كنا وصلنا لالتهاب المسالك البوليه وقلنا انه في اعراض اسفل البطن يقدر الشخص ان هو يشاور عليها بشكل سهل وبسيط جدا، او طفل يقول لك في جنبي في النص. ده لو طفل صغير ممكن مثلا يعني شاور ناحيه العضو بتاعه ان في حرقان او في التهابات. تمام. العلاج بتاعها في الوضع ده احنا بنعمل تحليل اول عشان نحدد الانتي بايوتيك المناسب بتاعنا، وبنعالج هذا الطفل، وبنقول بنقول لها يا ست الكل ممنوع الشيبسيات والمواد الحافظه لان الطفل ده معرض للصديد تماما. كويس. وابدأي شربيه سوائل كتير وهكذا. كويس. طيب خلينا ناخد صوت تليفوني. ام عبد الرحمن اهلا بيك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. اتفضلي. لو سمحت، انا معايا يعني بنات اثنين وابني عندهم ديدان. عندهم ديدان؟ ايوه. تمام. كم سنه؟ بنتي الكبيره عندها 12 سنه والثانيه عندها 9 سنين وابني عندي 7 سنين. 3 سنين؟ سبع سنين. ماشي يا عبد الرحمن. نوع الديدان اللي عندهم ايه؟ نعم. نوع الديدان اللي عندهم ايه ولا ما تعرفيش؟ ما اعرفش والله. بنت الجرعه دي من الصيدليه بديهم الجرعه كل 15 يوم جرعتان. الصوت بس لو سمحتي. بتقول كل 15 يوم بتديهم جرعه صح كده؟ ايوه. كل 15 يوم بتدي لهم جرعه، بقالك قد ايه؟
يعني باخذ شهر وشهر تاني، مش كتير يعني، بس إيه انا بجيبه من نفسي من الصيدلية. شهر شهر ونص بتجيبها من الصيدلية من نفسك؟ اه. انت عاوزة حضرتك اسمك ايه معلش؟ عبد الرحمن. ام عبد الرحمن. بصي أيوه. بصي يا ام عبد الرحمن. ايوه دكتور. عاوزة تبدأ من جديد؟ نعم؟ بقول لك عاوزة تبدأ من جديد لولادك؟ تبدأ من جديد تبدأي صح دكتور عم عايز تبدأي صح ولا عايز تفضلي ماشية غلط؟ ازاي يعني؟ يعني بمعنى صح انا عاوزك تبداي تعملي تحليل تاني وتحددي نوع الديدان، لان كل نوع له علاج. ودي في ناس ما بتاخدش بالهم. اعملي تحليل صوره دم تاني وبولو براس. رحمه يا حضرتك. وابداي من اول وجديد يا ام عبد الرحمن. حاضر. وعاوز اقول لك حاجه يا ام عبد الرحمن، الاسكارس مختلف علاجها عن الاوكزيريوس عن الانتروبيوس وهكذا، يعني انواع الديدان المختلفه تختلف في طريقه العلاج والتشخيص. عارف ممكن كل طفل عنده نوع مختلف من الديدان. بشكرك شكرا جزيلا يا ام عبد الرحمن، اسمعي كلام دكتور احمد، اعملي صوره دم كامله جديد. اعملي تحليل بولو براز، نحدد نوع الديدان الموجوده، ناخد العلاج المناسب. وما فيش مشكله، ابعتي لي التحليل، اعملي التحليل وابعتي التحليل لدكتور احمد على الواتساب وهيحدد لك العلاج مجانا. ما فيش اي مشكله كويس. تحت امر الناس. ده انا عاوز اقول لك، طب انا قلت الكلمه دي ليه يا دكتور خالد؟ حدد ليه كل الدوده او كل دي لها علاج؟ لان بتيجي ام تقول لك يا دكتور انا اديت كميه علاج للديدان بالهبل وما فيش فايده، لان حضرتك اديت علاج غلط. انا عندي نوع ولقيتك بتديني نوع تاني. ومش كده كمان، ده انا بدي نوع نوع وبدي كمان المده، هي دي المشكله. ان الاسكارس بتتاخد مده قد ايه؟ هنتكلم على فكره موضوع الديدان كلها ده له موضوع خاص. كويس. بس انا ما ينفعش اقعد اتكلم اطول، انا عاوز اتكلم على الام البطن اسبابها. كويس، احنا اتكلمنا عن التهاب الحلق، التهمنا اتكلمنا عن التهابات المسالك البوليه. تمام. رقم ثلاثه قد يكون سبب في الم البطن عند الاطفال. تمام. طيب قبل بس ما ناخد السبب الثالث هناخد صوت تليفوني. ام محمد اهلا بيكي. اربعه. ام محمد اهلا بيكي يا ام محمد. الو. أيوة. اتفضلي دكتور احمد معاك، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا ام محمد، ازيك؟ دكتور معايا طفل ليه 8 سنين. الو. ايوه طفل 8 سنين، سامعينك يا ام محمد. سامعك سامعك. 8 سنين من هو من حوالي يعني كان عنده سنه، ما بيحسش باي جوع غير بس ياكل اي حاجه، يعني معايا ولدين تاني اصغر منه بياكلوا تمام يعني مش زيه خالص. طب بصي يا ام محمد، ام محمد تعمل له ايه؟ علي الصوت بس عشان نسمع والساده المشاهدين يسمعوا ويستفيدوا منك. يعني علي الصوت شويه بعد اذنك. عندها طفلين. كل طفل فيهم بياكل مختلف عن التاني، مظبوط كده يا محمد؟ بتقول لي ان في طفل ثلاث سنين. لا لا. في طفل ثلاث سنين وبعد ما عنده سنه فقد الشهيه، صح؟ من بعد ما كان عنده سنه. فقد الشهيه، ده اللي انا سمعته من حضرتك. يعني مفيش اي نوع اكل بيحبه ولا اي حاجه. تمام. تعبني على الاخر، يعني بوديه لدكتور بعمل ما بيحبش حاجه. تمام. بس يعني تعبني على الاخر، يعني اي نوع اكل اجيبه لا اخواتي ولا. طب عايز حاجه يقول لي لا انا شبعان. طب شبعان ازاي وانت ما اكلتش؟ تمام. بس مش عارفه ايه، انا وديته لكذا دكتور بطن يقول لي ما فيش حاجه يعني. معلش يا دكتور، في حاجه اديها له واعملها له، اديت جميع انواع الفتح الشهيه برضه ما فيش يعني اي نتيجه. ماشي يا ام محمد، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. اسمعينا من التلفزيون دكتور احمد هيجاوبك. الطفل كان بياكل وبعد كده فقد الشهيه، كشفت عليه الدنيا كويسه ما فيش اي مشاكل، ما هي الاسباب؟ ممكن اول سبب بالنسبه لثلاث سنين وعنده بعد سنه فقد الشهيه هي حاجه اسمها اير ديفيشنسي انيميا اللي احنا اتكلمنا عليه، انيميا نقص الحديد. هل انيميا نقص الحديد بتعمل فقدان للشهيه؟ تعمل فقدان للشهيه، ده اول حاجه. تاني حاجه ممكن يكون عنده نسبه ديدان او اميبا، وانا بتكلم على الاميبا او عسر هضم. كويس. العسر الهضم بيخلي الطفل ده شبعان او خايف، مهمة جدا انه ياكل. نقص الحديد دي مهمة جدا. طبعا اتكلمنا عليها وهنكمل عليها برضك بالتفصيل فيما بعد. بس انا عاوز اقول لها حاجة، الطفل ده فيه شوية حاجات ممكن نعمل، اولا نفسيا كمان واضح ان فيها حاجات نفسية. نقص حديد يبقى عايز تعملي صورة دم كاملة، خلاص. عسر هضم، تمام. طب ليه؟ الطفل ده في بعض الأطفال يا دكتور خالد بتخاف تاكل اعتقادا منها، لو أكلت هيجي لها آلام في البطن.
خوف مهمه خوف. جدا. طيب يعني ودي بتعتمد على ذكاء الام بقى. خدت بال حضرتك ان هي تهديه، انت خايف من ايه، طب كل ولو حصل حاجه هوديك للدكتور. الحته دي نفسيه بالزبط. الاسباب العضويه تعمل ايه عشان تكتشف السبب وتوصل الى العلاج والطفل ده ياكل. اعملي يا ست الكل صوره دم كامله، واعملي بولو براز بحيث ان لو في اي حاجه عسر هضم، في ديدان، في اي مشاكل تتعالج الاول. دي الموضوع العضوي، وشوفي نقص الحديد اديله برضك العلاج لنقص الحديد لو عنده نقص في الحديد. وحاولي كويس. لو عنده نقص وحاولي كويس. ان انت تشوفي النفسيه بتاعته وضعه ايه. في بعض، عاوز اقول لكم حاجه يا جماعه، يا ريت تتابعوا اولادكم في المدارس والحضانه. لان في طفل بيبقى منطوي شويه، او ان هو عشان نحيف والتاني ما شاء الله سمين بيضربه ما شاء الله، فلازم تتابع. فقلقان فمش عارف ايه، فده بيعمل مشاكل مهمة جدا. التغذيه طيب. وبرده ام محمد تقدر تتابعي مع دكتور احمد، اعمل التحليل وابعته لي يا ام محمد اسفل الشاشه. اتصال تليفوني استاذ محمود. اهلا بيك يا استاذ محمود. استاذ محمود ايوه يا فندم، استاذنك بس صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون. ماشي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك يا دكتور. انا بنت عندها 5 سنين، فوجئت من حوالي بالظبط 10 ايام بدات تعمل حمام ميه على نفسها. رحت بها المستشفى وكذا دكتور، قالوا لي ان هي بعد سن 6 سنين الموضوع ده هيطلع لوحده. فانا ما اعرفش يعني هل الموضوع ده نفسي ولا عضوي ولا ايه، انا مش لاقي له حل. تمام يا استاذ محمود. ماشي، اي سؤال تاني؟ لا يا فندم، شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ محمود. دكتور احمد هيجاوب عليك. اتفضل يا دكتور. بعد اذنك دكتور خالد، هو الوقت انا بقول ان هو تبول لا ارادي، ده اسمه ثانوي يعني واضح. هو عاوز يعرف نسيطر ازاي. انا هقول بس حاجه بسيطه، التبول لا ارادي 90% من اسبابه نفسيه. تاني حاجه، فعلا الدكتور عنده حق، ما بناخدش اي حاجه او نتكلم فيها الا بعد مرور ست سنه سنين. بعد 6 سنين لما يكون عنده 6 سنين نبدا نتحرك. هنتحرك ازاي؟ نعمل الاول حاجات العضويه الاول، ونعمل تحليل بول عشان لو في صديد نعالجه، ونشوف الطفل ده عنده اي مشاكل ولا لا ونعالجها كويس. والتبول اللا اراده هيبقى موضوع ان شاء الله المره الجايه، لان فعلا كتير قوي بيتكلموا عليه كويس. وبدأ ينتشر كويس. بصراحة طيب. فنتكلم عليه إن شاء كويس. الله. أستاذة نورهان منصورة، أهلا بيك يا أستاذة نورهان، اتفضلي. أهلا بحضرتك، ممكن أكلم الدكتور؟ دكتور أحمد معاك، اتفضلي. كلمت من المنصورة، كلمي. أيوة يا دكتور، لو سمحت يا دكتور، أنا بنتي لسه مولودة بقالها 3 شهور وعندها خرم صغير كده في بعد فوق بعد فتحة الشهر. ده إيه؟ بصي طيب، هل التبرز من فتحة الشرج العادية؟ ايوه. الخرم ده، ما هو انت برضك ما عملتيش عليه أشعة أو خليتي دكتور جراحة أطفال يشوفه؟ في دكتور أطفال شافه وقال جراحة أطفال عادي. لا، جراحة أطفال يا أستاذة نورهان. لا، دكتور عادي خالص بتاع أطفال شافه وقال لي دي حاجة اسمها مسمار وعادي وما تخافيش منها ولا تقلقي، بس أنا برضك عندي قلق وخوف منها. بصي، أولاً أنا بقول لك بنسبة 15% لاحظناها الأيام دي فعلاً، في بتبقى في فتحة أعلى بنسبة 2 ل 3 سم أعلى فتحة الشرج، ملهاش أي علاقة ولكن بنتابعها. بس أنا أفضل لك تتابعي مع دكتور جراحة أطفال برضك، مش هتخسري حاجة. هي مخيفة يا دكتور أو فيها ليست أي حاجة؟ مخيفة ولا فيها أي مشكلة، ولكنها عاوزة ما يسمى فولو أب يعني متابعة يا أستاذة نورهان. بس أنا بقول لك مش مخيفة و 15% موجودة، ولكن أنا عاوزك برضك تعرضيه على دكتور جراحة أطفال. كويس أستاذ نورهان، أنا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. برضو ممكن تتابع معاك يا منصورة معايا في المنصورة وعيادتك في المنصورة، فممكن تتابع معايا. تتابع معاك، أنا بقول لك من المنصورة وتكون موجودة وتجي لك العيادة إن شاء الله تحت أمرك، لأن واضح إن أنت مرعوبة أوي من الموضوع. خايفة من أي حاجة بتبقى غريبة في الطفل، بتبقى طبيعي أو خاصة البنت كمان. ده كده الوقت الأستاذة نورهان تشكر. مش إحنا لسه قايلين في ال3 حلقات اللي اتكلمناهم على طبيب على المراحل التطور، قلنا الأم لازم تبقى ذكية وتلاحظ وتفحص، لأن لو فحصناه من بدري الدنيا تبقى افضل. مش قلنا الكلام ده، فدي تشكر، بنرفع لها القبعه يعني. بالظبط. طيب الجزء الرابع، السبب الرابع من الاسباب الخاصه بالام البطن، النزلات المعويه. وانا بركز عليها بقول النزلات المعويه يا جماعه بعد اذنكم احذروا النزلات المعويه صيفا. النزلات المعويه صيفا احذروا. انا بقولها من البدايه احذروا. انت بتخوفنا؟ لا مش بخوفكم، انا بقول لكم احترسوا.
كويس، احترسوا من النزلات المعويه صيفا. وناخد اتصال تليفوني. استاذ رويدة اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. يا دكتور انا معايا في عمليه رباعي فلوت من عمره سنه وشهرين حاليا، حاليا ايه يا استاذ رويدة؟ حاليا زي 6 سنين اولى ابتدائي، وعملها من حدود 5 سنين بالضبط. عامل ايه؟ طب بصي يا استاذ رويدة، رباعي فلوت رباعي فلوت. انا من محافظه جنه. احسن ناس طبعا، الله يخليك. رباعي فلوت، ايوه جدع. عندنا حالات الكورونا زايده جدا جدا في البلد، فاوديه مدرسه مثلا ولا اخليه في البيت، يعني في خطوره على حياته. برافو عليك. بس انا تبيع ازاها، انا مش مشكله عندي تعلم، عشان بس الواد يعني ظروفه، وبالعافيه عملت العمليه يعني ربنا يعلم. طيب انا بقول انا عايزه استفسار، هل اوديه المدرسه عادي ما فيش خطوره على حياته؟ يعني لو تعرض البني ادم يعني خايف انه هو يكون قابل للتعرض، يعني يتعرض انه هو للفيروس ده او حاجه زي كده، يعني برضه غير العيل الطبيعي وغير الاطفال الطبيعي. ما برافو عليك، بيقولوا بالتلفزيون بتاجر الاطفال وكلام زي كده يعني. ماشي يا استاذ رويدة، انا ماشي يا استاذ رويدة انا بشكرك، شكرا جزيلا لاتصالك. اسمعيني من التليفون، وانت بترفع لها القبعه لاستاذه رويدة وبتحييها. برافو عليك. ليه بتحيي استاذه رويدة؟ لان انا قلت قبل كده على فكره، حتى على اليوتيوب بتاعي طبيب اطفال وحبيب العيال، قلت يا جماعه حاجتين. قلت يا جماعه انتوا ليه بتفكروا ان الطفل لا يصاب بالكورونا؟ ده اول حاجه، وانتشرت في مصر في البدايه ان الطفل لا يصاب بالكورونا، وكانت مشكله كبيره، وحصل فيه ان اطفال اتصابت، ولكن قلنا اصابتهم خفيفه وان هم كمان مصدر للعدوى. كويس. تمام. انا بقول لها برافو عليك، لان انا قلت في ناس يا جماعه، في ناس دول استثناء، يفضل ان هم يقعدوا في البيت. هي عندها مشكلتين دلوقتي، خلي بالك عندها ان بتقول ان فينا ان في حالات الكورونا زادت والطفل كمان عامل، الطفل عنده مشاكل فالوت اللي هي بتاع القلب، عشان لو الناس مش فاهمه يعني ايه فالوت، يعني في مشاكل في القلب، اذا مناعته هتبقى ضعيفه ومعرض للمشاكل. انا بقول لحضرتك لا، فعلا الافضل فعلاً يقعد في البيت، ما يخرجش. كويس، بس هو كويس. احنا كنا بنتكلم بقى، احذروا من النزلات المعويه صيفا. ليه؟ لماذا؟ لان بتيجي الام دكتور خالد، الطفل بيرجع مرتين ثلاثه وعنده شويه اسهال، بتبدا تتغاضى عنه، ده بيسنن، تتغاضى عنه، بدا الاسهال يزيد عن 5-6 مرات، تتغاضى، واضح الترجيع بقى 5-6 مرات هو كمان، تتغاضى، بدا يحصل جفاف، وشكرا. اذا الجفاف احنا ما ينفعش، فعشان كده بقول ان النزلات المعويه اتكلم عليها بسرعه، لها اسباب كتير في الصيف. أيوه، النزلات المعويه سريعا صيفا بيبقى مكروب بكتيري، ميكروب بكتيري في الصيف. كويس. بتيجي الام تقول لي يا دكتور الطفل ده عنده اسهال رهيب جدا ما شفتوش قبل كده، وميه كتير وريحتها وحشه ومخطه. تمام. كويس. طيب ده باجي اقول لها طيب الاسهال كم مره؟ تقول لي 4-5 مرات. طب مين اللي بدا؟ هتقول لي الاسهال، لان ده اسمه نزله معويه بكتيريه. كويس. لان في انواع للنزلات المعويه. كويس. تاني حاجه بقولها للام، تيجي تقول لي مره يا دكتور الحقني بسرعه، ايه ابني عمل حمام كتير ومخط ومعرق بدم. ما تخافيش، دي حاجه اسمها، دي حاجه تبع الامعاء، ودي ما فيش فيها اي مشاكل، اصابه بالفطريات والاميبا، دي ما فيش فيها خطوره وحاجه طبيعيه جدا. كويس. انا بقول لو انت لحقت ابنك مجرد ان هو عنده اسهال او عنده ترجيع 3-4 مرات، الحقيقة على طول، خاصه هيكون معاه ارتفاع درجه الحراره. كويس. فلو عالجته بتقي المشكله بالزبط. بدري طب هتعالج ازاي؟ اول حاجه ان انت بتعوضي، لانه دلوقتي فقط سوائل. فقط سوائل. كويس. فانت بتعوضي السوائل المفقوده دي، بتشربيه ميه كتير جدا. تاني حاجه ان انت بتديله اي مسكنات بسيطه زي الباراسيتامول، وليست مسكنات تقيله، لان بتعرض تعمل الام شديده. ثالث حاجه بتدي حاجه مضاد حيوي 7-10 ايام عشان البكتيريا اللي موجوده دي. برضك ان انا في غنى عنه بدي حاجه اسمها انتي ايميتيك، يعني حاجه ضد الترجيع، ويفضل ان انا بدي حقن ضد الترجيع. يعني اللي عاوز اقوله ليه، انا بقول احذري، لان بسرعه في ثانيه في الصيف بيقلب ايه جفاف. كويس. والجفاف ده مشكله، وفي بعض الاحيان بيوصل ان الطفل يتحجز قبل في المستشفيات. في مستشفيات. خلينا ناخد اتصال تليفوني. استاذه دعاء اهلا بيكي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي استاذه دعاء، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. ازيك استاذه دعاء؟ انا معايا اسيا عندها شهرين، بس دايما في مرض
كتير وبديها ماء نون ومش عامل حاجه ف... وبتعمل حمام تقريبا تحمام بصوت اسهال بعد كل ربعه تقريبا. انا بردع طبيعي يا عمتي. بترجحي ان ده اسهال طبيعي؟ بتردع طبيعي. بتردع طبيعي. انا بردع طبيعي عامه. تمام. هي بقى معاها اسهال بعد كل رضعه وعلى طول مغص قيمه المغص. اسهال كم مره بعد كل رضعه يا دكتور؟ يعني لو رضعت ست مرات بتعمل حمام ست مرات. طب كميه الاسهال دي حضرتك كتيره؟ لا 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 لا. تابعت وزنها؟ وزنها هي عندها دلوقتي 50 يوم وزنها 4 كيلو و200. طب 4 كيلو و200 حلوه، مفيش فيها خطر يبقى الاسهال ده ولا ليه لازمه، وده بالعكس ده كويس. تمام. طب وبالنسبه لاستمراريه المغص؟ بالنسبه لموضوع المغص، في ترجيع ولا اي حاجه؟ لا لا يا دكتور. طيب هل في كان قبل كده ليك عندك اطفال تانية غير اسيا؟ عندي ولدين بس ما رضعتش، هي اول مره رضعها طبيعي. دي يعني دي اول مره ترضعي طبيعي؟ تمام. طيب انت نفسك حضرتك اكلك كويس؟ ما هو برضك ممكن يكون المشكله عندك. بس انا دايما برضو انا معايا مغص برضو. بالظبط. اذا المشكله عندك الاول سواء عندك مغص او امساك بينتقل للطفل. الرضاعه انا سالت سؤال بس انا كنت خايف ان يكون، لان انت قلت سؤال تاني قلت ان الولدين التانيين كان صناعي ما كانش طبيعي، فانا خفت يكون ان عند الطفل ده حساسيه اللبن بتاعك. طبعا مفيش ترجيع، مفيش التهابات، وزنه كويس، هنتغاضى ونمنع موضوع المغص ده بسبب ان هي عندها مغص. فالسبب هو حضرتك تنظمي اكلك كويس، سواء انا اقول لك ثلاث حاجات تنظمي اكلك. طيب كويس. انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذه دعاء. اسمعينا من تلفزيون دكتور احمد هيجاوبك. اتفضل يا دكتور احمد. بص يا استاذه دعاء، نظمي اكلك كويس تماما، ده اول حاجه. ثاني حاجه الطفل ده تكرعيه كويس باستمرار، وتعملي تمارين اللي بنسميها تمارين العجل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. كويس. طيب تمام. الرقم 5 في واضح ان احنا في الاواخر رقم 5 في المشاكل المتعلقه بالام البطن. هو في حاجات كتير بس 5 و6 ونكمل بعدين. خمسة وستة ليه انا بقول عليهم؟ ان في حاجه اسمها ودي مهمه جدا، الام في البطن دوريه مع صداع دوري مع ترجيع دوري. يعني ايه دوري؟ يعني اتاك، يعني بيجي باستمرار ويروح باستمرار ويروح. يا ابني احنا عملنا المستحيل، يا ابني احنا عملنا تحاليل كتير ومفيش فايده، وده وارد جدا. يبقى الموضوع توتر نفسي، تراكم النفسيه على هذا الطفل وتراكم القلق بيعمل الام شديده في البطن وصداع دوري وقيء دوري. اذا ندور على نفسيته، الموضوع مش هيبقى عدوي. تاني حاجه بقى العيال الشقيه تيجي يقول لك انا عندي الم بطن باستمرار. تمام. طب ليه؟ نيجي نقول مثلا عشان حاسس ان الام والاب مش مهتمين بيه، فبيلجا الى كويس ان يحس بالام البطن عشان ان يعني او يبقى ما يروحش المدرسه. يعني شقاوه الطفل في بعض الاحيان ممكن تخليه انت قولي له خلاص ماشي يا حبيبي انا هوديك للدكتور او هديك حقنتين اهوت هتبقى كويس، هتلاقي خلاص ايه لا انا بقيت ايه بقيت زي الفل. بالظبط. دي حاجه كويس. دي من ضمن الاسباب اللي هي النفسيه زي ما احنا قلنا. اخر سؤال معلش، اخر سبب عشان برضو مفيش مشكله، الالتهاب الكبدي الوبائي. التهاب الكبدي اسمه صعب صح؟ الناس كلها اسمه يخض. ابن عنده كبد؟ ابن دكتور مشكله، ده ابن لسه صغير. جاله منين؟ ده بابا مش عنده، ده انا مش عنده. يا ست كل التهاب الكبد الوبائي اللي بنسميه فيروس ايه وارد جدا، وارد في الصيف. يجي الام تقول لك يا دكتور الواد ده عنده مشاكل في بطنه، الام في بطنه باستمرار، وعنده اسهال، وعنده صفره في عينيه، في عينه وفي جسمه. يعني عنده صفره في عينيه وباينه خالص نسبه صفره. نيجي نحلل له وظائف كبد، وظائف كبد باستمرار، نلاقي وظائف الكبد عاليه جدا، الصفره عاليه جدا. بنخاف؟ والله ما بنخاف. اسمه التهاب كبد وبائي ولكنه تافه جدا، انت عارفه ملوش علاج. اقعدي في البيت، قعدي ابنك اسبوعين، شربيه سوائل وفيتامينات وفاكهه وخضروات طازجه وكل حاجه من دي وشكرا، والله ما ياخد علاج. كويس. يعني اهتم في الالتهاب الكبد الوبائي. وهيحصل يا جماعه في الصيف. الاسم اللي بيخض ده هو لا ملوش علاج بشكل مباشر، يعني زي الام القولون كده ملوش علاج، ولكن اهتمام بالتغذيه والنوع الاكل راحه تامه. اعادي ابنك الاول تمام، وشربيه سوائل كتير، سوائل كتير جدا، اكليه اكل كويس وطازه وخضروات وفاكهه طازجه مهم جدا، واديله فيتامينات عادي من بره مثلا علاجيه يعني. والله الواد ده كمان اسبوع او اسبوعين هتيجي تعمل وظيفه الكبد والصفره
هتلاقي الواد ده زي الفل. شفت الكل؟ التهاب كبد وبائي. التهاب كبدي وبائي فيروس ايه؟ فيروس ايه؟ بس كويس. ده كده كل الحكايه اللي انا كنت عاوز اقولها من ضمن الاسباب بتاعتنا. كويس. من ضمن الاسباب برضك حمى البحر الابيض المتوسط. كويس. دي هناخدها وبعدين هناخد روشته سريعه للمشاهدين عشان نختم بيها الحلقه النهارده، ويبقى كل حد تابع حلقتنا النهارده عشان يطمن على الطفل بتاعه، هتكون الدنيا واضحه بالنسبه له لحد ما. ونعمل مره ثانيه جزء ثاني، نكمل الجزء ولا مش بس كده، ونستكمل باقي الاتصالات اللي ما قدرناش ناخدها. مفيش مشكله. فيها الحلقه اللي اتصالات كتيره جدا، الناس بتسال وبتستفسر، ولكن وقت البرنامج للاسف ينتهي ولا تنتهي متابعه اتصالات المشاهدين باذن الله. تمام. الحمى البحر الابيض المتوسط دكتور خالد دي بنسميها ان بتحصل وارده جدا، ان ولكنها بيتم تشخيصها مؤخرا يا دكتور خالد. ليه؟ بيكون تيجي الام تقول للطفل ده بيحصل له كونتينوس فيفر، يعني سخونيه باستمرار جدا. تاني حاجه بيكون عنده شكوى في بطنه باستمرار. تالت حاجه شكوى في الام الركبه والمفاصل. نبدا يوم رايحين يقول لك ده التهاب حلق ولوزتين. لا، بعد ما بتعالج. طيب لا، ده عنده مشاكل تانية، ده عنده صديد، لا ده عنده املاح، لا ده سرعه الترسيب عاليه، لا نبدا نفكر في حمى البحر الابيض المتوسط. انا بقول لكم يا جماعه، لابد في الام البطن وفي الشكوى سنكوبا بتاع اتاك، يعني ايه اتاك؟ يعني حصل فيفر، سخونيه بتروح وبتيجي وبتقعد 72 ساعه، والام في البطن بتقعد 72 ساعه، والام في المفاصل 72 ساعه، اتاك وترجع تيجي تتكرر بعد شهر شهر ونص وهكذا. حطوا في بالكم حمى البحر الابيض المتوسط، وعلاجها بسيط جدا اللي هو الكولشيسين كله عارفه، بس لو شخصناها ان هي بالتحليل ان هي حمى البحر الابيض المتوسط. اذا من ضمن مشاكل الام البطن ممكن تكون حمى البحر الابيض المتوسط. تمام. كويس. احنا كلنا عايزين نروح البحر في مع دخول الصيف يعني. تمام. خلينا نختم فقره النهارده. الام جات لدكتور احمد وطلبت منه انه يديها بعض الارشادات والتعليمات على ظهر روشته، يقول لها فيها 1 2 3 4 حافظي عليهم عشان تقي طفلك من الام البطن، يكتب لها ايه؟ تمام. انا بقول لحضرتك اولا الام البطن وارده للاطفال. انا مش هقول لك عمر ما هقول لك ان الطفل ده عمره ما يجي له بطنه يعني ان هو كويس او بطنه ما بتوجعوش، لا وارد جدا ان ابنك يجي له الام في البطن. انت شخصاها كويس، اهدى كده وشخصاها كويس تماما. انا بقول لك النظافه الشخصيه للطفل ده عشان الديدان والاميبا والطفيليات، الاكل الكويس عشان حتى لو جاله اي مرض ايا كان اللي احنا قلنا عليه يبدا يقاومه ومناعته تبقى كويسه، كل ده وياخد فيتامينز وياخد حاجات للمناعه، مفيش اي مشاكل. ولكن الام البطن موجوده بتحصل للطفل، وزي ما قلت لحضراتكم النهارده لسه في امثله كمان هنقولها اللي هي الحاجات الصعبه بقى اللي هي ممكن بتحصل ولكن نادره، ولكن لازم نقولها الحلقه القادمه مع التبول اللا ارادي اللي بدا يشتهر عند الامهات والاباء ويسبب خوف. فانا بقول لحضراتكم الام البطن وارده لكل طفل، يعني وارده جدا وحاجه شائعه جدا، ولكن تشخيصها لابد ان يكون سليم وصحيح. كويس. دكتور احمد سلام اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده، طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الحلقه، دائما تسعدنا ونستفيد من المعلومات القيمه للساده المشاهدين ومتابعين برنامج طبيب اطفال وحبيب العيال. الشكر موصول لكل القائمين على هذا العمل، على كل من ساهم في نجاح هذا البرنامج وفي ان يصل الى المستمعين والمشاهدين والمتابعين في، مش بس بقول في مصر، لا في بعض الأحيان بيكون لنا متابعين في الدول العربية الشقيقة. في النهاية عاوز أقول أنه بداية التشخيص السليم لأي مشكلة وخاصة عند الأطفال تنقذ الطفل من آلام شديدة قد لا يتحملها في بعض الأحيان. أتمنى لكل الأطفال دوام الصحة والسلامة والعافية، وأتمنى لكل الأمهات والآباء أن لا يروا في أطفالهم مكروها، ولكن أهم حاجة للأب والأم أو للأسرة عموما إن هي تلاحظ المشكلات أو العلامات أو الإنذارات اللي الطفل بيقولها لها. يعني لو عيط، لو وشه حمر، لو اتأزم، إذا أصدر تصرف أو فعل غير مألوف فهذا إنذار. الطفل لا يستطيع في بعض الأحيان أن يعبر عن الألم الذي يشعر به. طريقة تعبير الطفل الوحيدة عن الألم هي أن تكون الصراخ، البكاء، عدم الأكل، أنه يستخبى، التبول اللا إرادي. في بعض العلامات قد تظهر على الطفل أو قد يمارسها الطفل لكي
يعطيك إشارة، هذه الإشارة إذا لم تنتبهي لها جيدا فتقعي في الخطر. إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقة قادمة أخرى من حلقات برنامج حبيب العيال، ولا ألتقي بكم لكم من كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.